يحاول على المركز الثاني ولكن خلاص سمحه 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 الله علوه الخزنه ثانينا والناموس على هذا الفوز. محاولات مستميته منك يا الحميدي يا بن سالم العمري ولكن لا بد من المحاولات لا بد من المحاولات الا ان سمحه ما فيها محاوله. تهانينا والناموس لمالكها سيل بن سالم بالقطري الخيالي تفوز وتنجز هذا الانجاز والناموس والانتصار. سلاماتنا لهالي رماح سلاماتنا لمالك سمحة مشاهدين الأعزاء على الفوز والانتصار. سمحة بلا منازع ولا منافس بطلة أول الأشواط الصباحية لهذا اليوم. تهانينا والناموس لهالي رماح حيث حققت الانتصار بدون أي تعليمات ولا المقدمة الأولى. بدأنا بال 400 متر الأخيرة جولة الأوامر غزل 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 على المركز الأول يأتي ياسر بن محمد الحليس العفاري يا سلام بسم الله وما شاء الله بدأ الاندفاع وصلت سمحة هزيم بن محمد الهزيم المسافري ولكن سلام إلى مصانع الجنوب سلام 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 إلى ياسر بن محمد بن حليس العفاري وتهانينا لمحمد بن حليس العفاري على فوز غزل بالمركز الأول في أول أشواط المهجنات الإنتاج والمنتجين. سلام 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 على هذا الفوز والانتصار ولحظات الوصول. سلامي عليك يا بن حليس وإنتاجك الفاخر مع غزل. المركز الثاني سمحة وصلت لهزيم بن محمد هزيم المسافري المركز الثالث. من يقدم هذا الشعار النوعيات المتميزة أول أشواط الزمول أول انطلاقات الزمول بنوك الإنتاج المحليات الأصايل إلى رصاد إلى رصاد على المركز الأول إلى بن دربش إلى محمد بن سالم بن دربش العامري سلام بن دربش سلام. تهانينا والناموس لمالك رصاد من خطف أول أشواط الزمول المحليات الأصايل في يوم انطلاقاتي شعاراتي أبناء القبائل. تهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن دربش العامري المركز الثاني. وصل هجام لعلي بن محمد الناصر المركز الثالث. بابل اللحظات الأخيرة وبن زليم مسيطر وبن منانة بن منانة وبن زليم بن زليم وبن منانة لكن بن منانة لكن بن زليم اللحظات الأخيرة يا سلام شوف 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 التسلل عندك يا بن منانة يا بن منانة يا بن منانة تسلل للمركز الأول إلى المركز الأول. ها هو أمامكم مشاهدين الأعزاء لكن عاد بن زليم عاد بن زليم عاد بن زليم ما خلاه يخط ما خلاه يخط ما خلاه يخط حزوها للمداب لكن يقول لك عرض برد 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 اللحظة الأخيرة خط النهاية برد له بعود له أبغي السيارة أبغي الناموس أبغي الناموس يا بن زليم يا بن منانة يا بن زليم يا بن منانة يا سلام اللحظات الأخيرة بن زليم بن منانة بن زليم ما شاء الله روس مع باب بنخليهن بنخليهن جماعة بالأجهزة وتابعوا الجماهير الله يا المرموم يا المرموم يا المرموم شوف الأصايل شوف الأصايل وهذه ندى هذه ندى عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي عبد الله بن سالم بن ثعلوب الدرعي ينتزع ناموس هذا الشوط. تابع يا أبو حمد تابع شكرا أبو حمد شكرا عبيد بن حمد العويسي من تابع هذا الشعار في تضميره في انطلاقاته ندى عبد الله بن سالم بن عبد الله بن سالم بالثعلوب الدرعي يعلن الفوز يعلن الفوز في هذا الاندفاع ومصانع الجنوب مصانع الجنوب احد الاعضاء احد من قاده مصانع الجنوب كذلك في الانجازات في الاصايل بن ثعلوب الدرعي تهانينا المركز الثاني. الخيالي على صدارة بن منانة عاد بن منانة عاد المتحدي عاد الأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة يا بوي.
الـ400 متر المتحدي نمارق لسعيد بن منانة بن غدير، ولكن دوشة تغير، دوشة تعود إلى المنافسة. مبارك بن سعيد بن مبارك الخيالي على الصدارة على المركز الأول، طار بالفوز، طار بالناموس، طار بالانتصار. سلام يا الخيالي، سلام يا الخيالي، سلام، السلام إلى الرماح، السلام إلى الختم، إلى الختم. الناموس يغادر مع أهل الختم. صباح الخير يا راعي دوشة. مبارك بن سعيد بن مبارك الخيالي المركز الثاني، نمارق ما قصرت. تهانينا لسعيد. سوري بدأ بي الرشوط، ولكن الدرعي قادم مع زعفران ياتي حميد بن معيوب بن سالم، الدرعي وبن حلوة أيضا مع المركز الثالث، ولكن مطفي قفل على مجريات هذا الشوط ليهدي السلامات لأهالي الظفرة. أهالي غياثي هم الأقرب لناموس هذا الشوط. سلام للظفرة، سلام. اسعدت الصباح يا هالي غياثي مع هذا الأداء المتميز اللي قدمه مطفي لحمود بن مبارك بن حمود المنصوري. بدون أي منافس يصل إلى خط النهاية بهذا الانطلاق المتميز ولحظات الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني جاء هنا حياتي حمد بن محمد بن سهيد. ها هو تهدونا هنا، الله بيشاء، ولكن هنا الله التحديات الأخيرة، التحديات الأخيرة، نمرود ومحرر وحياتي ووشام. الله اللحظات الأخيرة بهذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل. الله نمرود محرر حياتي. الله التحديات الأخيرة لمجريات هذا الشوط هنا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل. محرر حياتي لحظات الأخيرة. ولكن هنا نترك الثريد. المركز الثالث يأتينا هنا. الدرعي واصل ولكن بن كليب يتقدم على المركز الأول. بن كليب في مقدمة الشوط الـ400 متر الأخيرة. المدامية على الصدارة، المدامية على المركز الأول. سيب بن علي بن كليب الكتبي. وصل الدرعي مايد بن علي بن سلطان الدرعي مع منصورة والمدامية. جولة الأوامر روح يا أبو محمد. بدأنا بجولة الأوامر بدون يا أوامر، ولكن المدامية ما شاء الله. سلام إلى المدام، سلام إلى سيف بن علي بن كليب الكتبي على هذه النهاية الجميلة. تهانينا والناموس مشكور يا أبو سعود عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب من قدم لنا المدامية. المركز الثاني منصورة مايد بن علي بن سلطان الدرعي. المركز ولكن اسطول مسيطرة. هوايل اليحافي غيرت. عاني من السلطنة من الأبيض من منجم السبق، من السلطنة من منجم السبق. والمركز الثاني وصفة سعادة محمد بن سلطان بن مرخان. بدأ الصعب يتحرك تتقدم وصفة. مرغم سلام. مرغم مع محمد بن سلطان بن مرخان. تهانينا على فوز وصفة بالمركز الأول. هذه تقدم الأداء الجميل وتنتزع ناموسي هذا الشوط ونقطة هذا الشوط. المركز الثاني هوايل محمد بن شطيط. خيرة
الامتار الأخيرة أول الأشواط المفتوحة، أول انطلاقات الدلل المحليات الأصايل لـ400 متر الأخيرة، جولة الأوامر الصدارة مع الصيحات، مع صيحات مصيحة على المركز الأول، تطلق الصيحات في هذا الميدان، مصيحة لعلي من سالم بن علي بالخرس الاكتبي، التاريخ يتكلم مع هذا الشعار، الإنجازات تتكلم مع هذا الشعار، في حضوره في عالم الأصايل، سلام إلى بالخرس وإلى المدام سلام، إلى المدام سلام، هذه مصيحة تهانينا وناموس لعلي بن سالم بن علي بالخرس الاكتبي. المركز الثاني قمرة لحمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث والقادمة وطن، القادمة وطن لسعادة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان. الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى التحديات الأولى. الوارية، الوارية، الوارية بن مسفر، بن مسفر، ولكن غيرت، غيرت هنا المسك لعلي بن سعيد بن عبد الله بن فراير الاكتبي، بن فراير الاكتبي يتقدم هنا مع هذا الأداء الجميل الفريري الاكتبي، ولكن الله منه، منه أهل غياثي، أهل غياثي هنا مع المركز الأول، مع منه علي بن سالم بن حمد بن عيسى المنصور وابن خادم. الرميثي قادم، الرميثي قادم، الرميثي قادم، تلحق ما تلحق، ولكن خلاص منوه، منوه، سلام راعي متعب سلام، منوه. الخاطري راح بن سلومه يتقدم مع هذا الانطلاق المثير والرائع اللي قدم المختبر ليهدي السلامات لأهالي السوان، أهالي راس الخيمة، أهالي الحمرانية. ما شاء الله تبارك الله، باعد 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 المسافة، انطلق بناموس هذا الشوط وينجح المختبر في هذا الاختبار، في هذا المهرجان، مهرجان سمو ولي عهد دبي، ينجح المختبر بكل امتياز ويغتنص ناموس هذا الشوط. سلام للحمرانية، سلام بإمارة راس الخيمة، ولحظات الوصول إلى خط النهاية لمايد بن سعيد بن راشد بن سلوم الخاطري. المركز الثاني هملول لخليفة بن سعيد بن سالم النيبي. المركز الثالث المركز الأول هنا في هذه الانطلاقة، المتحد يحاول، المتحد هنا راشد بن محمد بن خليفة بن مرينة لغفلي الله، منذر، منذر والمتحد، منذر والمتحد، الله الله، التحديات الأخيرة، منذر والمتحد، المتحد ومنذر، الله الله، يا سلام يا سلام، منذر المتحد، منذر المتحد، منذر المتحد، المتحد، منذر المتحد، منذر المتحد، 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 يتحد بالفوز، يتحد بالناموس، يتحد مع أهالي عجمان بهذا الفوز المميز الجميل. تهانينا، تهانينا على هذا الفوز، راشد بن محمد بن خليفة بن منينة نغفري، سلام الحميدية، سلام على هذا الفوز المميز الجميل. المركز الثاني منذر عمر بن ولكن بعود إلى الصدارة، إلى أخيرة، إلى أخيرة، شوطنا الخامس عشر ما قبل خاتمة الأشواط مع أخيرة حتى هذه اللحظات، تحمل الرقم 11 كينج الأرقام زايد بن سعيد بن عيسى الفلاحي، الفلاحي، من ينتزع ناموس هذا الشوط، من يقدم خيرة، من ينطلق مع خيرة، سلام الظفرة، سلام، سلام الظفرة، سلام، سلامي الأخيرة وسلامي فوقهم لزايد بن سعيد بن عيسى الفلاحي، تهانينا والناموس لك يا أبو سعيد، أنت السعيد في اللحظة الأخيرة، فتهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت شواهين قادمة
وعلى المركز الاول راشد بن سيف بن علي بن ضحاك الشامسي على الصداره على المقدمه، وعلى المركز الاول مندفعه بصداره هذا الشوط وبالمقدمه. عذر على المركز الثاني راشد بن سعيد بن سلم الدليوي الاكتمي، وتاتينا من حاف من حاف من حاف لسعاده محمد بن سلطان بن مرهان الاكتمي ناصيه. عذر من حاف، الله الله، هنا باللحظات الاخيره ناصيه ناصيه على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط. هذا الانطلاق الجميل، سلام سلام لراشد بن سيف بن علي بن ضحاك الشامسي، سلام لسيف بن علي بن ضحاك على هذا الفوز لناصيه. تهانينا وناموس ولحظه وصولها، سلام لاماره ام القيوين، سلام المركز الثاني. عذر من وصلت في المركز الثاني. أنا أشهد أن منطر بغنى وغنيت أنا اليوم ترباني رجل الوطن، ما دخل غنى منا منا أن العمر فاني يا ما كتبنا ولحنا في الدار عذبتنا الحالي من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحصاني.